في بنية الصحافة التقليدية، وأصبحت الحقيقة نتاج شراكة بين جمهور ومستخدم الشبكة من جهة، وربط وسائل الإعلام والاتصال من جهة أخرى، بعد أن أوجدت التفاعلية منتجين جددا للمعرفة وبناء معرفيا جديدا يختلف عن البناء المعرفي التقليدي وسيطرة المؤسسة الإعلامية التقليدية. فقد حولت فوضى الممارسات الإعلامية خاصة في سياق ما يسمى بصحافة الهواة وصحافة النجوم العمل الإعلامي الإلكتروني إلى حق للاستنساخ غير المشروع، كما أن الابتزاز والتشهير من أجل الكسب والربح أفقد هذا الصنف من الإعلام مصداقيته واستقلاليته ونزاهته. يضاف إلى ذلك مشاهدات الممارسات المهنية للعلاقات العامة بتطور وازدهار أذكى بطرق مبتكرة لتغذية وسائل الإعلام في البيئة الرقمية الجديدة بالمادة الإعلامية التي لا تمت للمهنية بصلة ولا تنطوي على أي مسؤولية اتجاه المواطن والمجتمع. إن هذا الواقع ما يلي بالتحولات تفريض على الصحافة الإلكترونية وضع قواعد أخلاقية لكل المساهمين فيها، فإذا كان الإعلام الإلكتروني يستمد قواعده أساسية من الأخلاقيات التي تم إنتاجها في حقل الإعلام، حيث كانت تلك القواعد تؤطر العمل الصحفي في مجالات الصحافة المكتوبة والسمعية بالإضافة إلى الصحافة البصرية، فإن حقل الصحافة الإلكترونية بمواصفاته التكنولوجية والتواصلية الجديدة بات يفرض التفكير في منظومة أخلاقية خاصة به تتفاعل مع التحولات المشارة إليها، فضلا عن الحاجة الملحة لتطوير آليات التصميم الذاتي والرصد لشراكة مع جمهور مستخدمي الصحافة الإلكترونية، وذلك انسجاما مع مقوم التفاعل.